بلا شك أن الأمر بالمعروف عن المنكر هو واجب على الناس جميعا، لذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول في حديث أبي سعيد الخدري الذي رواه مسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده بلسانه بقلبه، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردة. لو كل إنسان حتى لو كان يعني مقصرا عرف أن تقصيري في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو معصية أخرى تضاف إلى المعاصي التي أقع فيها، لقال حنانيك بعض الشر أهون من بعض. يعني دعني على الأقل أمر بالمعروف ونهي عن المنكر، لعل هذه الحسنة التي يفعلها، لعل توبة هذا الرجل على يدي وما شابه ذلك، ربما تكون يعني فيها جانب من الصلاح أحسن من أني أقع في المنكر الذي أنا فيه. أذكر واحد من الشباب، أنا سأسمع سؤالك أحمد بعد شوي، واحد من الشباب إمام مسجد صديق لي يقول: طرق علي باب الساعة يمكن 12 بالليل أو واحدة، فخرجت فإذا شاب من عامة الشباب، يعني غترته بشكل معين وثوبه يسحب على الأرض وشفتاه قد اسودت من التدخين ووضعه يعني، فقلت له: يعني نعم، استغربت الساعة واحدة في الليل. قال: أنا معي اثنان من الهنود دخلوا في الإسلام. يقول: ظنيت أن عقله لا يمكن الاتصال به الآن، يعني أن عقله فيه شيء. فقلت: اثنين هنود أسلموا على يدك؟ قال: نعم. قلت: وين؟ الساعة واحدة بالليل. ظنيت أنه متعاطي. قال: في السيارة. يقول: نزلت للسيارة معه فإذا فعلا في اثنين هنود راكبين وراء. قلت: سلام عليكم صديق، أنت في مسلم؟ قال: نعم، أشهد أن لا إله إلا الله ومحمد رسول الله. أسلمنا. كيف أسلمت؟ قالوا: أسلمنا على يد هالرجل. قلت: تعال يا أخي، أنت صايع، كيف أسلموا على يدك؟ يعني إنسان يعني خربان، كيف أسلموا على يدك؟ قال: والله صايع، أنا خربان وأنا كذا وكذا وكذا، لكن ذهبت أصلح سيارتي في الورشة عندهم، فسألتهم: إيش الديانة التي أنتم عليها؟ قالوا: نحن هندوس. يقول: فقلت لهم: طيب يعني ليش ما تسلمون؟ قالوا: ما نعرف ايش الاسلام. قل: طيب انا ساحضر لكم كتبا عن الاسلام. يقول: فاحضرت كتب عن الاسلام واعطيتهم اياها، ثم جئت مره ثانيه واوقفت السياره، قالوا: والله الكتب حلوه، اعطينا كتب زياده، فاحضرت لهم. ثم جئت مره ثالثه، سيارته خربانه دائما ولله الحمد، وهذا خيره له. يقول: فلما وقفت السياره جاء واحد من هالنافذه والثاني من النافذه الثانيه، وقالوا: احنا اسلمنا، اشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله، ماذا نفعل الان؟ يقول: قلت: والله انا ما ادري، انا مسلم من زمان، ما ادري اللي يسلم وهو كبير ايش يسوي. يقول الشيخ: فذهبنا بهم الى مكتب مخصص للمسلمين الجدد واعطيناهم بطاقات الى اخره. فالمقصود ان هذا الشاب مع تقصيره يعني الا انه يشعر اني لابد اقدم شيء للدين واسلم على يده. فالشيطان لما يقول للواحد: انت مقصر لا تخدم الاسلام، هذه يعني مصيبه كبيره، الا حتى لو كنت مقصرا اخدم الاسلام.